السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام والدتكم، واحد الوصفه خفه بنه ساهلين اقتصاديين، رائعه هذه الوصفه. مملحات اسمهم فم السمكه. علاش اسمهم فم السمكه؟ لانه شوفوا الحبيبه كيفاش تجي صغيره وتجي فمها الصغير ومحشيه. الحشو يبقى اختياري. اليوم انا خيرت لكم حشو خفيف وسهل، يعني هذه الكميه نص كاس تاع الحليب فقط، يعني مقادير جد قليله. شوفوا شحال دارت لي الكميه، تبعوا معايا للاخير باش تعرفوا على الوصفه تاع نهار اليوم اللي اكيد اكيد راح تنال اعجابكم. بالنسبه للعجينه واش فيها، انا حندير نصف المقدار فقط، وكل وحده دير على حسب افراد العائله. لا كنتو افراد عائله يعني بزاف، ديري كاس تاع الحليب. انا اليوم حندير نص كاس تاع الحليب دافي، ندير معاهم غير فاس صغيره نتاع السكر. إذا درتي كاس ديري مغرفه كبيره، مغرفه صغيره تاع خميره الخبز. راح ندير كامل نصف المقدار، راح ندير نص بيضه، بيضه كامله نخلطها وندير نصف تاعها فقط هكذا، والنص نديرو في البوراك ولا نديرو في الكغاتان راح نديرو، ولا هنا لك الاختيار. راح ندير له 3 مغارف كبار نتاع الزيت، اذا 3 مغارف كبار، زوج ثلاثة. عجينة خفيفة وسهلة، يعني ديريها في وقت قصير. نخلط هاد المواد مع بعض، من بعد نديرلهم شوية تاع الملح. تحسي انو هاديك الخميرة دابت، ندير شوية تاع الفارينة وندير معاهم نص مغرفة صغيرة نتاع خميرة الحلوى. الا درتي كاس الحليب ديري مغرفه صغيره معمره. اذا نخلطهم مع بعض هكذا حتى ينسجموا لنا. كما سبق وذكرت انا حاني طبسي فقط، من بعد نبقى نزيد في الفرينه حتى تلم لي العجينه، تحصل العجينه تكون طريه. ندلكها شويه، هنا كيف راكم تشوفوا يعني راني نلم وندلك في نفس الوقت، بما انه العجينه قليله يعني توجديها بالخف، تدلكيها تقدري تحكمي فيها غير في الغيسيبيون تاعك. راني ندلك حتى نلم كامل هذا العجين. نغطي العجينه ونخليها ترتاح على الاقل 30 دقيقه. بعد ما خليت العجينه ارتاحت نص ساعه، انا ما خليتهاش بزاف، خليتها نص ساعه، لكن من الاحسن من نص ساعه للفوق، يعني ماشي اقل من نص ساعه. ندير الفرينه في لو بلون دو طرافاي تاعنا، نحط هذيك العجينه ونفتحها بالحلال. بعد ما فتحتها شوفوا السمك تاعها، ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. نقطعها دوائر، انا مانيش حابتهم يكونوا كبار بزاف، قيس اللقمه فقط. وانتي هنا تتحكمي في الكبر، يعني تقدري تكبريهم. اذا نطبع كامل العجينه اللي عندي. بعد ما طبعتها نحي هذه الزوائد كامله، نعاود نلمها نخليها ترتاح ونعاود نفتحها بنفس الطريقه. دوك واش ندير؟ نخليها ترتاح الوقت اللي نسخن الزيت فقط، يعني ما نخليهمش يرتاحوا بزاف درك باش ندير المقله تسخن. بعد ما سخنت الزيت ندير هذوك الحبات ونبقى نرمي عليها في الزيت السخونه حتى تنفخ. كما هذه الوصفه هذه تقدري ديريها في الفوق، لكن لازم تخشني شويه العجينه وتخليهم يعاودوا يرتاحوا باش طيبيهم في الفوق. هذا ما كان، لكن مقليين يجوا بزاف خفاف وما يجوش شربيت الزيت، يعني انا يجوني مقليين احسن. ويتحب تحب ديرهم في الفوق طبيعه الحال تقدري. اذا يجوا هكذا صغار، قيس اللقمه يجوا بزاف شابين. اذا نقلي وعيني على الحبات اللي راهم يطيبوا هكذا باش ما يتحرقوناش. شوف واش تنفخوا روعه. اذا اللي طيب نحيها ونكمل نقلي كامل الكميه اللي عندي. لازم ترمي الزيت على الوجه، لازم هكذا باش يتنفخوا، واما ماهمش راحين يتنفخوا لك. حنا رانا حابينهم فارغين من الداخل. اذا نكمل نقليهم ونعاود نرجع لكم باش نديروا الحشو اللي راح يكون ساهل. اذا ها هما بعد ما قليتهم، شوفوا الكميه اللي عملتها لي، ويجوا ناشفين وما يجوش مزيتين. شوفوا ريحه الزيت ما كاش فيهم. اذا بعد واش ندير الحشو؟ انا راح ندير زوج بيضات لهنا اللي كنت غليتهم، راح نسكرفجهم.
انا الحشو يبقى اختيار، يعطيكم فكره فقط، وكل وحده دير واش تحب. من بعد نزيد عليهم هنايا كميه تاع الطون اللي كنت صفيتها من الزيت. دوك انا اليوم خيرت الطون، انتيا خيري واش حبيتي، مثلا طيبي شويه بصل شويه فيونداشي ولا شويه تاع الدجاج قطعيه مربعات صغيره، نخلطهم مليح. نزيد عليهم هنا شويه تاع الكورنيشون اللي كنت قطعته رقيق. عندي هنا شويه تاع المعدن وسيابس، ما حبيتش ندير الخضر لانه انا وليداتي ما ياكلوهش، وكان يصيبوا هذاك الخضر ما ياكلوهش، على هذا درت اليابس. انت ديري الخضر، ديري وشوفوا واش يحبوا ياكلوا، ولا واش تحبوا نتوما ديروا. اذا راح نكتفي انا بهذا الحشو. تقدري تزيدي طوماطيش قطعيها مربعات صغيره، الفلفل الاخضر طيبيه مع البصل وضيفيه، حريه عندك حريه في الحشو. هنا فقط حبيت نزيد لهم شويه نتاع المايونيز، كنت نسيتها، ندير هكذاك حوالي زوج مغارف كبار نتاع المايونيز ونخلط، والحشو تاعنا راهو واجد معنا. من بعد نحكم الحبه، نفتحها هكذا بالموس، على هذا سموها فم السمكه، ما عرفتش علاش اسمها فم السمكه، لانه تحسي انه فمها الصغير كيما الحوتة. اذا نعمرهم بهذه الطريقه، الشكل تاعهم يجي بزاف شباب. اذا نفتحهم هكذا من الفوق، نديرو فيهم فتحه، راح نصيبهم فارغين لداخل. لاحظوا معنا يعني الوصفه راهي ناجحه، متاكده انه راح تنجحوا فيها. ها هما، اذا نكمل كامل نعمرهم بنفس الطريقه. بعد ما عمرت هذوك المملحات، ها هما معنا، الحشو يبقى اختياري، ديري واش حبيتي. اليوم انا خيرت لك اسهل واسرع حشو، يعني تشد لك اليد شويه فقط كي تجهزي الخبيزات. كما سبق وذكرت تقدري ديريهم يعني في الفوخ، ها هما معنا، ما يجوش مزيتين تماما، الزيت كيما تقلي فيها كيما راح تصيبيها. شوفوا لي هذاك الحشو، شوفوا ديك الخفه، يجو خفاف يجو روعه. نقسم لكم حبه هكذا باش تشوفوها، شوفوا معمرين حشو في الداخل. نتمنى انكم تجربوا الوصفه يعني في بلاصه البوراك، نبدلو هكا، واكيد راح تنال اعجاب كامل افراد العائله. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.